السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. فشل إسرائيلي في اعتراض هجوم جديد على إيلات. وإلى التفاصيل، كشف الإعلام الإسرائيلي تفاصيلاً بشأن الهجوم الذي استهدف إيلات جنوبي إسرائيل، مشيراً إلى استخدام منظومة دفاع جوي جديدة لاعتراضه. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم نظام قبة حديدية مثبت على سفينة سيدوم لاعتراض هجوم جوي، مضيفة أنه جرى إطلاق صواريخ من على سفينة حربية للبحرية الإسرائيلية من نوع ساعر 6 ترسو في خليج إيلات جنوبي إسرائيل لاعتراض الهجوم. وبحسب تصوير وثقته كاميرا مراقبة، فإن المنظومة فشلت في اعتراض الهدف الجوي الذي يعتقد أنه طائرة مسيرة، وبالتالي سقطت الصواريخ في البحر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.